كنلقى واحد المدير العام لوزاره التجاره والصناعه، مدير العام التجاره. الحضور ديالنا اليوم باش ناكدوا الشركات المغربيه، دعم الوزاره لتشجيع العلامات المغربيه. كما كتعرفوا الفا 55 علامه مغربيه يعني اللي كتواجد بالمغرب من اكثر من 40 سنه، واللي هذا المتجر الرابع، وحنا جد سعداء باش تكون افتتاح متاجر اخرى. اليوم وقعنا على واحد اتفاقيه مع شركه الفا 55، الهدف منها هو تشجيع المنتوج المغربي وفق التوجيهات الملكيه فيما يخص السياده الصناعيه وتشجيع المنتوج صنع بالمغرب. هذه الاتفاقيه هذه اليوم تهدف الى تعويض يعني واحد 20% من المنتوجات اللي كتشريها الشركه من الخارج باش تستخدم عند الشركات المغربيه اللي كتنتج على الصعيد الوطني. الفا 55 ماركه مغربيه من عندها اكثر من 44 عام، وحنا تنحاولوا ما امكن المنتوج ديالنا حتى هو يكون مغربي. داكشي علاش درنا هذا الاتفاق مع المينيستير دو كوميرس باش نوصلوا لواحد الهدف ديال 20% مينيموم، وحنا متيقنين ان شاء الله بان غادي نفوتوه، لان غادي نبداو نخدموا من دابا مع الناس ديال المينيستير. بالنسبه لهذا المتجر، هذا هو الرابع ديالنا، وان شاء الله بحول الله الامنيه ديالنا هي نزيدوا، وعندنا واحد العدد ديال الناس تيطلبوا لنا نحلوا فروع في مدن اخرى، وان شاء الله بحول الله غادي نوصلوا لهذا الهدف. اولا علاش الدار البيضاء؟ بغينا باش نصحوا الاساس ديالنا، ومنين نكونوا واجدين ان شاء الله عاد نمشيو نحلوا مدينه اخرى ومدن اخرين. ولكن الهدف ديالنا هو ان شاء الله الفا 55 معروفه في المغرب كامل، والمغاربه كلهم تيبغيوها، لان في لي ريزو سوسيو فيسبوك وانستغرام الا مشيتي وشفتي العدد ديال الناس تيطلبوا يبغيو نحلوا لهم في المدن. اذا هذه هي ان شاء الله الهدف ديالنا باللي غنوصلوا له. الاختلاف هو هذا العصر الجديد ديال المتجر، وحنا فين ما تنحلوا متجر فين ما تنحسنوه على حسب لي زاناليز اللي تناخذوا من عند الزبناء ديالنا. دونك تنسمعوا لهم وتنشوفوا شنو بغاو وشنو تيشريو، وعلى حسب هذا الشيء تنحموا وتنعطيو داك الشيء اللي باغين الزبناء. دونك هذا هو باش يمتاز هذا المحل. وبلا ما ننساو هاد لي بروموسيون اللي غيمكن لكم تشوفوا، واللي عزاز على الناس والكليان بزاف، حيت تنبيعوا الجوده باحسن اثمنه الحمد لله. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.